اولا بالنسبه للاعياد، طبعا لعيد الفطر المبارك واعياد الاخوه المسلمين، عايزه اقول لهم كل سنه وهم طيبين. بالنسبه لعيد الفطر، احنا طبعا لغينا كل الاجازات في ضوء توجيهات معالي الوزير دكتور علي المسلح واللواء احمد راشد. لغينا كل اجازات المفتشين الرقابيين على مستوى المديريه، عشان احنا عاملين حملات على مدار اليوم، حملات طبعا صباحيه ومسائيه خلال فتره العيد على المخابز البلديه طبعا، ولان في نسبه طبعا اجازات والباقي شغال. الرغيف الخبز متواصل طبعا الصرف من بدايه تشغيل المكنه لغايه انتهى ان شاء الله. لا احنا عندنا نسبه خصم عن مثيلاتها في الخارج من 20 ل 25%. انت عارفه حضرتك النيل والمصريه والعامه منزلين بصراحه في تنافس شديد جدا زي كل سنه طبعا. وبالنسبة طبعا لرغيف الخبز، أنا عندي المطاحن هتصرف 3 أيام كرصيد استراتيجي، يوم 18 و19 و20 بدل يوم 21 22 و23، عشان يبقى في رصيد في المخبز، عشان لو في أي مشكلة في أي حاجة حصلت يبقى عنده رصيد للصرف. احنا يمكن شغالين من دلوقتي على إن احنا بنوفر السلع على مستوى طبعا المحافظة في كافة أنحاء المحافظة في كل المجمعات بتاعتنا، وطبعا بنسبه تخفيضات كبيره جدا من 20 ل 25%. يعني حضرتك لو جيتي نزلتي وقارنتيها بمثيلاتها في نفس السلع هتلاقي اقل كتير جدا وجوده مرتفعه الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين في البدايه بمناسبه عيد الفطر المبارك. الحاجات كلها الخاصه بمنتجات الاعياد موجوده في المجمعات الاستهلاكيه، عندنا حوالي 61 مجمع استهلاكي بالاضافه للمنافذ اللي تابعه لشركه القاهره للمخابز زي اللي حضراتكم موجودين فيها ديت. احنا عندنا النهارده هنلاقي الكحك موجود ب 120 جنيه الكيلو، البسكويت من اول 110، البيتي فور في ب 110 في 150، والكميات موجوده زي ما حضرتك شايفه كده يعني الحمد لله كويسه، والاسعار مناسبه، يمكن تقريبا تخفيض اقل من بره حوالي 25% تقريبا يعني. الحمد لله احنا حجم الاقبال عندنا كويس جدا، واسعارنا اصلا مميزه عن بره، والجوده بتاعتنا اصلا مميزه كمان عن بره، والناس كلها ضايقه حاجتنا وجايه على الجوده وجايه على الثقه. اهم حاجه المكان بيبقى فيه ثقه للعميل، لما العميل واثق في المكان ذات نفسه. حتى احنا زي اصلا حاجتنا ارخص ب 25% من بره.